وتاخذ في تونس السلاش معناها هذوما جماعه فهمت ما يستحقوش الباهي بصراحه. فهمت جيت معاهم تعبت معاهم ضحيت معاهم صدقني ضحيت بروحي من الدار للدار ونقعد اكثر من وقتي معناها ما نلوش على وقت الجنة ما نحكيش على ربع ساعة شفت حتى بلا ساعة بلا سباب وفي الفشتاء تكلمنا قلنا بلا شيء من الباب زاد اللي سيد ذاك اللي يقرا مش صغار مش يقول لك وعلى كاس تاع الباب فهمني من بعد قاعدين نخدموا كل شيء معناها بديت نتقلق الحكاية الظاهرية شنو تخدم انت بالظاهر؟ معناها نخدم احنا الشركة نلم معناتها الباب زي البوشون الساشي التريل تاع كل شيء فهمني معناها الظاهر بدا بشوي بشوي تاع الدور ما عنديش تاع نخدم به وهم ديجا جابوا قناتكم انتم تبارك على الهوايات وحطوها على فيسبوك راهو تعمل العباد حملت عطاك فلوس تبرعت العباد تبرعت عطاك فلوس الفلوس هذيك ما مشيت ما جابوا حتى شيء توا تمشي معايا وتشوف فين وكاك تلقى في واحدة انا مقصرة اللي في معاك جاب فهمت ما نعرفش الفلوس من قاعدة تمشي يحطوا ويطلبوا على الزبال وقاعدين يلفوا في الدور ويكيب وياخذوا التبرعات وياخذوا كل شيء فهمت انا هنا نحب معناتها شنو التبرعات؟ التبرعات الناس عام فيهم كره الكاميونه الاولى الكاميونه الاولى بالكل يخدموا غير يهزوا حاجه في الكلاب البحر ويهزوا في يخدموا بها في مول ويهزوا في بوا ويهزوا في كريس ولا وليد اصبح تخدم في الديار فهمتني هذا كل معناتها من بعد كي تتكسر الكاميونه شي يقولوا لهم هاي الكاميونه ولا اليوم معناش نعملوا كولات عاونونا المساكن اللي عفوا مع بيت على نيتهم ما يعرفوش هي توا على الكاميرا يعرفوا عليها ما يعرفوش يا بعثوا لي 70 ولا 100 ولا 200 وفهمتني كل حاجه مش تبدا بعد انا مش عليا فيها مش على حد يكتب مشترك تونس يعني مش فيها انا اليوم نحب نطلبها بفلوس الحق فهمت لي انا طلبت على دول عاد دموها شهرين ما خديت حتى دول صدقني ولا لسه خدت برا الشارع قلت لي برا الشارع هات مفتاح برا الشارع ما عادش تخدم ما حبش يصرفوا بيا ما هو سبع يتحلوا باش خافوا تاع كزير ها هو سبع شوفوا كاميرا سبع يتحلوا شوف البرقوس اللي سقايم اللي وقتها كلها حبوب لا يجيبوا لا في توكس لا يجيبوا حتى شيء صدقني معناتها شركة هذه ما فهمتهاش اللي شي يحكم اللي شي يسيطر ريت نظام بن علي غير نظام بن علي بالضبط لان شي راجع خوه صدقني خوه انت تلم في الدبابز ما عندكش لا بروتكسيون ما نجيبو حتى شيء حتى تتساوي دابوزا مام وتفهم عاد الجيران غاديك نقول معطوني دابوزا مام باش نغسل يدايا شيء وباش نغسل يدايا باك الشامبوان اللي بعثوا العباد في الكوبالات ما يجيبوا حتى شيء لا تندمي لا يجيبوا حتى شيء حاجه في السكيورتي ضمير تاع خيده باش يحافظ على روحهم انا حاجه واحده تمنيت من ربي اللي كان ما سكتنيش ميكروب اللي كان ما ضربتنيش ميكروب راه مشي عمر على الصبر اش قال لك قال لي ما عادش نجم تخدم حاجه زينه ما عادش نجم تهزها ما عادش تبص بالبرشا حاجات خفيه في الحكايه هذه ها هو عطيني دوجور وعطيني دواء دواء صدقني حتى زريقه باش نزرقها في مخروطي ما تعرفش دينار دينار ما تعرفش دينار دينار باش معناتها دينار دينار اللي ما عنده حتى قيمه طب اللي عملناه لحم الدنيا يسال في البراي ما عنده مش دينار دينار يرضيك شيء هذا ها هو دواء ها شيء طبي ها شيء طبي اخر ها هو دواء ها هو دواء ما عطاهوليش حتى شيء كل شيء كله من جيب يعني كارا صدقيني يعني هاي تصوير ما عطاهوليش حتى باش نعرف حتى فوتو ها هاي تصوير صوت على راسك ساخن من التفخ من تطبيق الدبابة تطبق لي بصح ما يجيبوا حتى شيء صدقيني تعرف شنو كان الرواية واللي فات كهرب جاء مرة قبلها بجمعة انتم وقت يجيب عينيا تفخ بوحدك كي جراثيم ولا شنو نفط ما خديش حتى شدها 5000 فرنك باش نشربوا مع بعض ديبا ومرة حاجة كبيرة صدقني ظن يمكن حتى اللي يودي حاجة اللي يستاهل خير اقسم برب العالمين اللي يستاهل كل مدينة واحد باش يكون حتى 7 فيه والله قداش ما عندك تستخدم نخدم معاهم 10 قداش 7 شهور 8 شهور نخدم معاهم معناتها تعبت معايا شيء غريب حتى في الفيشتات نخدم معاهم كنت نمشيو نديمو في الدبابز يبدا المعمل اللي سي مسكر نمشيو على الصغار على الحس فهمت انا ما فهمتش انا الفلوس نتاعهم في الماشي جمعيه شنو هي جمعيه شنو هي الجمعيه هذه تاع شنو نقول جمعيه بيئه ولا هي ما تمثل البيئه اللي تبدا فيها تاخذ فلوس علاش هذه يعطيها لنا احنا اللي نخدم العمال فينا امور اللي فينا امور والماشي الفلوس البنك فرقوا شي يقول البنك بالزيرو انا زيرو تحكي علي انا هو الزيرو تحكي علي الزيرو هكا ولا الزيرو ماك شنو الزيرو شو كان يخلصوا فيكم وقتاش كان كل مرة كيفاش؟ مرة 200 وبعد كم غاتلتنا 150 دينار. أما بالطونشي هذا نخدم فيها. مرة 200 مرة 150 وأنا راعي بالضروب بعد فيها شهر كاتر كون ولدي نمشي نسرق نمشي نخدم نمشي نطلب شو تحب لي لعبة. ماني ضحي نخدم حتى معناتها مش مشكل نحن نورمال. اللي كان غاتريب غاتريب واحد نحن مش مشكل. ما عنده حد ما يعرفوش فيه ريت القانون، القانون ما يعرفوش، ريت القانون ما يعرفوش.
هما عايشين دولة في تونس، قالوا خدك الضرائب مش خلصوا فيها، الضرائب مش خلصوا فيها، مش خلصوا لي مش عملوا لي كونترا. يعني مشيت فيها حشيت توا كان في الزبالة كيف يقولوا فيها. فهمتني؟ هاني مشيت فيها حشيت. توا ظهري ما عادش نجم معناها حاجات هكايا معناها ما نجمش في زي يتحايل عليه ولا يوجع فيه سقط فيه. فهمتني؟ السبع هاني وريته لك كيفاش تحل. وعناية اللي مرت بها كيف كيف. وهما حد شيء كلمت من الحصن كلمت من المعروف عملت معاهم المستحيل. مش عطوني فلوسي ما حبوش. ايه قالوا لي ليه؟ قالت لي برشا راهو رئيس هذايا فما رئيس من اعلى مستوى من اعلى التراث في العالم تحت بالمنطقه هذايا تقول برشا راهو انا رئيس بالمنطقه هذايا تحت فما رئيس تحكي هكا تي حتى الموظف تلقاه في دار ما يخرجش برشا راهو يقول لك يجي غد ولا بعد ولا نمشي نفطر ونجي هي تجي تقول لي برشا راهو ما عادش تجي فهمت ليه ماذا تحكي لي رئيس هكا شد مسؤول شد السلطه تحكي بها هكا اش تحبي لي نعمل وقتها فهمني فما شكون اخر في الحاله نتاعك فما ما نحبش نحكي انا فما برشا عباد وقفتهم ونصحتهم وفهمتهم فما اللي فاهم الحق وفما اللي ماهوش فاهم دبر راسه واللي ما يفهمش ما يفهمش واللي يفهم دبر راسه قداش تلقى الجمعيه هذه قداش تخدم من واحد انا واحد اخر كنا شوفير فهمتني انا واحد اخر شوفير ما نحبش انا نحكي على عباد اللي يحب يحكي واللي يحب يتكلم دبر راسه انا ما يهمني كان روحي على خاطر كي مرت مرت كان انا ما مرت حتى حد معاه انا ما مرت كما مرت انا وحدي مرت حتى حد انا معاه فهمتني